وعند الكرة استقبال جيد في الأولى، الثانية وين؟ الثانية خطيرة وفرصة، الله الله يفعلها راسبداري، وكأنه يريد أن يفعل عملية الشراء بعد ذلك. الله هدف وإن جاء متأخرا، ولكنه يبرر الانتظار الطويل. انتظرت نابولي، انتظر ملعب دييغو أرماندو مارادونا حتى الدقيقة 89 لأن يسجل راسبداري. وقبل قليل كنت أتكلم عن يشد حيله إذا أراد هذه الكرة، هذه المتابعة، الكرة في المرمى ونابولي يسجل في الوقت القاتل.